شهيد ارتاح ارتاح. نموت وتحيا فلسطين. نموت وتحيا فلسطين. نموت وتحيا فلسطين. احنا الان بنواجه عجز كبير وقسوة كبيرة، مش عم نقدر نوصل لأهلنا، إلنا أكثر من 3 أيام بانقطاع الإنترنت والكهرباء والماء، وأضعف الإيمان إنه إحنا نخرج نناصر أهلنا، مش قادرين نوصل لإلهم، عم نشعر بضعف وعجز كبير. بنتمنى من الشعب المغربي الحر الوقفة معنا جميعا، بنتمنى من المجتمع الدولي النظر إلى قطاع غزة. في قطاع غزة الجميع يباد، المستشفيات تقتل، كل الجرحى، ولم يكن هناك جرحى بالأساس، الجميع من يصل إلى المستشفيات هم شهداء الآن، ولا حاجة لنا لتزيين الصورة بشكل كبير أو جميل. إحنا الآن بصدد الحديث عن إبادة جماعية إلى القضية، إلى قطاع غزة بأكمله الذي وقف حلقة في وجه التطبيع وفي وجه العرب جميعا. الآن تم قطع التواصل تماما من 3 أيام، آخر تواصل تم معهم أنه تم قطع الماء عليهم، ولم يوجد قطرة ماء في البيت مليء بالأطفال، ولا أعرف إذا كانوا هم الآن بخير أو لا، وإذا أرادوا أن يحبطوا عزيمتنا والله لن تحبطوا. سنقدم الشهداء وجميع ما نمتلك، ولكن الأهم الآن هي وقفة المجتمع الدولي العرب جميعا. لماذا الصمت هذا؟ إننا نباد في قطاع غزة، نباد حرفيا نباد، ونشعر بحسرة وقسوة وعجز اتجاههم جميعا. بدرس طب سنة 5 في المغرب من قطاع غزة. حاليا احنا تقريبا صار لنا اسبوع مقطوعين عن اهلنا، ما فيش تواصل، الظروف النفسية حاليا جدا صعبة، في كل وقت بنتوقع انه احنا نسمع خبر لا سمح الله وفاة حد قريب عزيز، اهل، جيران، يعني الوضع جدا صعب، ما فيش انترنت، ما فيش ماء، ما فيش كهرباء، ما فيش ادنى مقومات الحياة في قطاع غزة، الأطفال تباد، عائلات كاملة مسحت من السجل المدني في قطاع غزة، فالأوضاع جدا صعبة، وبنتمنى إنه إحنا يعني نوصل لنقطة إنه إحنا نوقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة.